ومن جهة أخرى نشرت إذاعة مونتي كارلو الدولية تقريرا حول النقاط المرشحة للاستهداف في العراق. التقرير ذكر أن الفصائل تجر العراق إلى سقف عال وربما يتورط في مواجهة قوية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي غير جاهز لهذه المواجهة ولا يمتلك أي معدات دفاع جوي. وبيّن التقرير أن الجانب الأمريكي أبلغ الجانب العراقي بأنه لن يمنع هذه الغارات في حال تورط العراق أو الفصائل فيها، على اعتبار أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هو من يحمي الأجواء. وأضاف التقرير أن أهم الأهداف العراقية التي ستهاجمها حليفة واشنطن هي مواقع الفصائل العراقية المنضوية في إطار ما يسمى بفصائل المقاومة الإسلامية، وتحديدا في منطقة القائم ومنطقة البوكمال، وهي منطقة تقع على الحدود العراقية السورية، إلى جانب معسكرات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلحة من بينها فصائل المقاومة وقيادات الخط الأول في جنوب بغداد، وخاصة في مناطق اللطيفية والمحمودية، إضافة إلى محافظة بابل.